السلام عليكم يا شباب، معاكم ان شاء الله في الجزء ده او في السكشن ده فوزية حسين، مدرس مساعد في الكلية. ان شاء الله يكون اشرح معاكم النهاردة الشكل الثاني من مصادر الملكية او من مصادر التمويل طويلة الاجل، ولكن اللي هي في صورة ملكية. زي ايه؟ زي الاسهم قلنا والارباح المحتجزة. كان دكتور فرحات في السكشن او السكشن اللي فات بالتحديد كان اتكلم معاكم على مصادر التمويل طويلة الاجل اللي كانت في صورة مديونية زي السندات او القروض طويلة الاجل. فاحنا النهاردة هنتكلم على مصادر التمويل طويلة الاجل، تمام، ولكن اللي في شكل ملكية. تمام. طيب السكشن ان شاء الله هيمشي ازاي عشان الدنيا تبقى واضحة معانا من الاول؟ كل جزء هنتكلم عنه هشرحه لكم بشكل سريع جدا، وبعد كده ان شاء الله هنبدأ نقول الأسئلة في الجزء ده ممكن تيجي ازاي، تمام، ونحاول ننوع بالأسئلة قدر الإمكان بحيث ان احنا نغطي كل الأجزاء اللي في الكتاب واللي في المحاضرة ان شاء الله. تمام. فان شاء الله تطلعوا من السكشن بإذن الله يكون الجزء ده هضمينه كويس وما يكونش فيه اي مشكلة. تمام. وبعد ما اخلص السكشن لو في اي استفسار او اي حاجة حابين تعرفوها فان شاء الله برضو هيبقى في الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعي، لو في اي حاجة اقدر اساعدكم بيها ان شاء الله، ودي من الحاجات اللي بتسعدني جدا. نبدأ بقى كده ان شاء الله. اول حاجة احنا قلنا هنتكلم عن مصادر التمويل طويلة الاجل ولكن اللي في صورة ملكية. طب زي ايه؟ اول حاجة احنا قلنا الاسهم. طيب الاسهم العادية هنبدأ نتكلم برضو كتير، ودي اكتر حاجة في السكشن هنتكلم عنها اللي هي الاسهم العادية. ايه هي الاسهم العادية؟ طب ايه هي الخصائص بتاعت الاسهم العادية دي؟ ايه هي حقوق الناس او حملة الاسهم العادية اللي معاهم اسهم عادية في الشركات المساهمة؟ ايه هي الحقوق بتاعتهم؟ وهكذا. تاني حاجة هنتكلم عنها ان شاء الله الاسهم الممتازة، وهنتكلم ايه الفرق ما بين الاسهم الممتازة والاسهم العادية. طب ايه الفرق ما بين الاسهم الممتازة والسندات؟ وايه هي اشكال الاسهم الممتازه؟ طيب تالت مصدر هنتكلم عليه هي الارباح المحتجزه. طبعا احنا كلنا احنا في سنه رابعه يعني اكيد عدت علينا كلمه ارباح محتجزه كتير. فايه هي الارباح المحتجزه وليه انا بعتمد عليها كمصدر من مصادر التمويل، وايه هي التكلفه بتاعتها والحاجات دي كلها؟ طبعا كان في فصل مخصص للفصل للارباح المحتجزه، فعشان كده في الفصل ده مش هنتكلم عنه كتير، هناخد بس التعريف وخلاص على كده. تمام يا شباب. فكده الفصل يعتبر احنا هنركز عن الاسهم العاديه، تمام، والاسهم الممتازه، وقلنا بشكل سريع جدا اقول التعريف بس بتاع الاسهم بتاع الارباح المحتجزه. نبدا كده بسم الله مع بعض الفصل. طيب اول حاجه ايه هي الاسهم العاديه؟ طيب السهم العادي احنا قلنا ان احنا السكشن ده كله هنتكلم عن مصادر التمويل طويلة الأجل اللي في شكل ملكية، تمام؟ طيب فالسهم العادي ده، تمام، يعني كأن بنقول هو صك ملكية أو سند ملكية، بيقول إن أنت تملك حاجة في الشركة المساهمة دي. يعني لو السهم العادي ده قيمته 10 جنيه فأنت بتعتبر ملكية، عندك ملكية في الشركة بمقدار 10 جنيه. فببساطة جدا التعريف بتاعه هو سند ملكية أو صك ملكية، تمام؟ طيب بيقولوا كمان ان الاسهم العاديه دي اهم، تمام، مصدر من مصادر التمويل بالنسبه للشركات، تمام، وعشان كده هي بتبقى نسبتها كبيره جدا من راس مال الشركه، تمام. طيب فتعالوا نشوف برضو التعريف. زي ما قلنا احنا قلنا بشكل بسيط جدا الاسهم العاديه هي سند ملكيه او صك ملكيه، تمام، بيثبت ملكيه الشخص اللي هو حامل السند، تمام، في الشركه. يعني اكنه عقد مكتوب ما بينه وبين الشركه بقيمه السهم ده، تمام. وقلنا ان الاسهم العاديه دي تعتبر اهم مصادر التمويل الرئيسيه للشركات، تمام. طيب السهم العادي ده يا شباب لما نيجي بنطلعه الشركه بتطلعه بيبقى ليه كذا قيمه. طيب اول لما بيصدر خالص او القيمه المكتوبه في العقد او في السهم ده او الورقه اللي هي بنقول عليها دي ان هي صك الملكيه او سند الملكيه، لو مكتوب فيها ما عليها 10 جنيه يبقى دي اسمها قيمة اسمية. يبقى اسمها ايه؟ قيمة اسمية للسهم، قيمة اسمية اللي هي مدونة، تمام، على السهم، عشان كده يقول عليها قيمة اسمية، تمام، ودي بتبقى مكتوبة في العقد الاساسي للشركة وهكذا. فدي اول قيمة من قيم السهم.
السهم العادي. طيب يبقى القيمة الاسمية احنا قلنا هي القيمة المدونة على السهم، يعني اللي مكتوبة على السهم مصدور بعشرة جنيه، يبقى دي قيمته الاسمية كذا، تمام. طيب ودي بتكون منصوص عليها في عقد التأسيس بتاع الشركة والنظام الأساسي للشركة، تمام. طيب في قيمة تانية للسهم، في قيمة تانية، في حاجة تانية اسمها قيمة دفترية. يعني ايه قيمة دفترية؟ اللي هي القيمة المحاسبية، يعني احنا بنحسبها، تمام. طيب القيمة الدفترية للشركة اكني بقول نصيب السهم، نصيب السهم الواحد لو هو واخد سهم نصيبه من رأس مال الشركة او حقوق المساهمين. طب حقوق المساهمين دي اجيبها منين؟ بنروح لمركز المالي، هتلاقي فيه عندك الاخر خالص كده في حاجة اسمها حقوق المساهمين، هتلاقيها عندكم رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المحتجزة، بجمع التلاتة دول وأقسمهم على عدد الأسهم فبيطلع لي قيمة، تمام. يبقى دي اسمها القيمة الدفترية للسهم. فده تاني حاجة أنا مش عايزاكم تحفظوا، الكلام كله سهل لو مفيش فيه أي مشكلة. القيمة الدفترية هي نصيب السهم من مجموع حقوق المساهمين. طب ايه هي حقوق المساهمين دي؟ رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة والاحتياطيات، وده بيكون موجود في المركز المالي للشركة. بجيب ده واقسمه على عدد الأسهم فبيطلع لي ده قيمته الدفترية كذا. طيب طيب بتسمع حاجة بيقول لك إن الأسهم طلعت ونزلت وراحت وجت، هل ده بيأثر على القيمة الاسمية بتاعتها؟ لا ما بيأثرش. ممكن يأثر على القيمة الدفترية بتاعتها؟ برضو لا. طيب يبقى هنا بقى بنقول عليه القيمة السوقية للسهم، هي اللي بترفع وبتنزل، أكني بقول سعر السهم في البورصة. سعر السهم في البورصة لو هو قيمته الاسمية بعشرة، بس ممكن يكون قيمته السوقية ب35. ليه؟ لأن هو سعره طالع ونازل بناء على العرض والطلب وتوقعات المستثمرين. أنا متوقعة إن السوق كويس، تمام، وإن السهم بالسعر ده احتمال يزيد فبشتري، فده ممكن يرفع سعر السهم، تمام. فعشان كده بنقول عليها اسمها قيمة سوقية، بتعتمد على التغير في العرض والطلب على السهم في السوق والظروف المحيطة في البلد، زي مثلا موضوع الكورونا ده، تمام. فده برضو ممكن يوقع البورصة. يعني سامعين امبارح ان هي خسرنا حوالي مليار جنيه، فده كله برضو بيأثر. فتالت قيمة ليه قيم السهم العادي اللي هي القيمة السوقية، وده سعر السهم في بورصة الأوراق المالية، تمام. يبقى ببساطة جدا السهم هو سند ملكية، تمام، أو صك ملكية، تمام. طيب وقلنا إن السهم دوت ليه كذا قيمة، قيمة اسمية ودي اللي هو بيصدر بيها، تمام، أو اللي هي مكتوبة على السهم. تاني حاجة قيمة دفترية، ودي قلنا بنجيبها من المركز المالي للشركة. تالت حاجة اللي هي القيمة السوقية، وده سعر السهم في البورصة. تعالوا نشوف الأسئلة في الجزء ده بتبدأ تيجي إزاي. طيب مع بعض كده نبدأ نشوف الأسئلة على الجزء ده تيجي إزاي. أول حاجة بقول لك تعد الأسهم العادية أحد وأهم مصادر التمويل الرئيسية للشركة. طبعا احنا قلنا ده في أول تعريف، فالإجابة هنا هتبقى الإجابة صح، تمام. طيب يمكن للشركة الاعتماد على كل من، تاني سؤال ممكن يجي لك، يمكن للشركة الاعتماد على كل من الأسهم العادية والممتازة والأرباح المحتجزة في تمويل احتياجاتها قصيرة الأجل. السؤال ده صح ولا غلط؟ طيب احنا بصوا يا شباب، خدوها قاعدة كده او في السوق وفي اي حتة، ان مصادر التمويل طويلة الأجل انا بعتمد عليها عشان امول احتياجات طويلة الأجل. لو مصادر تمويل قصيرة الأجل بعتمد عليها لتمويل احتياجات قصيرة الأجل. يعني رأس المال الشركة ده بيستثمره مثلا في حاجات أساسية للشركة، زي مثلا شراء المبنى الشركة، شراء لو مصنع، شراء دي في حاجات أساسية في الشركة، تمام. ما ينفعش ياخد أصدر أسهم اللي هي تعتبر من مصادر التمويل طويلة الأجل مثلا عشان ياخد الفلوس يصرفها، تمام، ما تنفعش، ماشي يا شباب. فالإجابة هنا هتبقى غلط، لأن بيقول لك إن الأسهم العادية والممتازة والأرباح المحتجزة دي من مصادر التمويل طويلة الأجل، فأنا بستخدمها في تمويل الاحتياجات طويلة الأجل، تمام. طيب السؤال ممكن يجي لك برضو بالطريقة دي. تالت صيغة ممكن يجي لك بيها السؤال، بيقول لك تعد الأسهم العادية المصدر الوحيد للتمويل الطويل الأجل. لا أنا عندي مصادر تانية، يبقى الغلط هنا إن هي المصدر الوحيد، هي من بين مصادر
طب انا عندي مصادر تمويل طويل الاجل، عندي سندات، عندي قروض طويله الاجل، عندي اسهم ممتازه، عندي ارباح محتجزه، فبالتالي الاجابه هنا هتبقى غلط. تمام. طيب السؤال الرابع ممكن يقول لك تمثل الاسهم العاديه سند ملكيه حامل السهم في الشركه، الاجابه كده صح ولا غلط؟ الاجابه صح، او ممكن يجي لك ان هي صك ملكيه، برضو الاثنين مفيش فيهم مشكله، هتلاقي الاجابه صحيحه ان شاء الله. طيب السؤال الخامس ممكن يقول لك ان الاسهم العاديه لها تاريخ استحقاق محدد، الحته دي احنا متكلمناش فيها، بس يا شباب الاسهم عامه الاسهم العاديه ما بيكونش لها تاريخ استحقاق، هي يعني كانها مش احنا عندنا مبدا كده محاسبي بيقول لك ان الشركه ان هي مستمره للابد بيعتمد كده، هي نفس الفكره، لان هم دول الملاك الحقيقيين للشركه اللي هم حملت الاسهم العاديه، فبالتالي ما لهاش تاريخ استحقاق محدد، فالاجابه في الحاله دي هتبقى خاطئه. طيب بيقول لك يتمتع حملة الاسهم العاديه بمجموعه من الحقوق والامتيازات، احنا لسه ما اتكلمناش عن الحته دي. طيب خلينا نتكلم عليها هنا، ان حملة الاسهم العاديه دول يا شباب احنا قلنا هم الملاك الحقيقيين للشركه، تمام، وادام هم الملاك الحقيقيين للشركه يبقى هم اللي بيقوموا بالتصويت على مجلس الاداره، هم اللي بيختاروا مجلس الاداره، هم اللي ليهم الحق في ان هم طبعا لو في ارباح لازم ياخدوا الارباح بتاعه الشركه، عندهم المسؤوليه المحدوده، عندهم الاولويه، ودي كلها الحاجات هنتكلم عنها بالتفصيل شويه، ولكن هي دي كلها حقوق بتاعه حمله الاسهم العاديه، انا ما اتكلمتش عليها طبعا في الاول لان احنا لسه هنتكلم عليها تاني ان شاء الله. فالسؤال بالصيغه دي يبقى الاجابه ان شاء الله تبقى صحيحه. طيب السؤال بقى القيمه الاسميه للسهم هي القيمه الدفتريه للسهم، السؤال ده صح ولا غلط؟ طيب الاجابه هتبقى خاطئه وفيها شقين غلط، احنا بنتكلم في لو هناخد ان القيمه الاسميه للسهم تمام العادي هي القيمه المدونه على السهم، وقلنا ده ما يكون موجود في عقد الشركه تمام والنظام الاساسي للشركه، اما القيمه الدفتريه للسهم احنا قلنا هو نصيب السهم من حقوق المساهمين، ودي قلنا بنجيبها من المركز المالي للشركه. السؤال رقم 8 بيقول لك ان القيمه الدفتريه للسهم العادي هي القيمه المحاسبيه للسهم، الاجابه هتبقى صح، لان القيمه الدفتريه هي القيمه المحاسبيه، لان احنا قلنا بنحسبها من المركز المالي للشركه تمام، وقلنا هي القيمة الدفترية هي نصيب الفرد من حقوق المساهمين. طيب السؤال رقم 9 بيقولك ان القيمة السوقية للسهم العادي هي نصيب السهم من مجموع حقوق المساهمين، اللي هي قلنا رأس المال المدفوع والارباح المحتجزة واي احتياطيات الشركة شايلها، يبقى لا احنا قلنا ان القيمة السوقية للسهم هي سعر السهم في البورصة تمام، وده بيعتمد على العرض والطلب على السهم وعلى توقعات المستثمرين وغيره والظروف طبعا بتاعه البلد وهكذا. طيب امال ايه نصيب السهم من مجموع حقوق المساهمين؟ ده قلنا ان هي القيمه الدفتريه للسهم او القيمه المحاسبيه للسهم. طيب ممكن يجي لنا شكل الاسئله في اختار من متعدد، طيب اول حاجه بيقولك تقوم الشركة بإصدار الأسهم بقيمة نقط مدونة على السهم ومنصوص عليها في عقد التأسيس، يا ترى هيكون بقيمة اسمية ولا دفترية ولا سوقية ولا تصفية؟ طبعا احنا قلنا أدام حاجة مدونة على السهم فدي القيمة الاسمية للسهم العادي. طيب نقط للسهم العادي هي نصيب السهم من مجموع حقوق المساهمين، احنا طبعا لحد هنا كده احنا عارفين طبعا ان احنا بنتكلم عن القيمه الدفتريه، فالاجابات بيقول لك ان القيمه الاسميه ولا القيمه الدفتريه ولا القيمه السوقيه ولا قيمه التصفيه، هيكون القيمه الدفتريه للسهم. طيب نقط للسهم هو سعر السهم في بورصه الاوراق الماليه، هيكون القيمه الاسميه ولا القيمه الدفتريه ولا القيمه السوقيه ولا قيمه التصفيه، فاحنا كده بنتكلم على سعر السهم في السوق تبقى القيمه السوقيه للسهم. طيب تتمثل حقوق حملة الأسهم، احنا برضو قلنا جزء هنتكلم عنه باستفاضة شوية وبعدين وهنقول عنه حاجات كتير، تتمثل حقوق حملة الأسهم العادية في هم بياخدوا أرباح تمام، الحق في الأرباح ليهم طبعا، قلنا الفوتينج أو التصويت اللي بيقوموا بيه ليهم المسؤولية المحدودة، فالإجابة هتكون كل ما سبق تمام.
طيب كده الجزء دوت احنا عدناه، تعالوا بقى نبدأ نشوف بعد كده الباقي الفصل هنتكلم على ايه. احنا بعد كده ان شاء الله هنتكلم على الأسهم، هنقول هنتكلم باستفاضة أكتر على حقوق حملة الأسهم العادية أو خصائص الأسهم العادية. الاتنين عندك في الكتاب بنفس الصيغة، فلو جالك حقوق الأسهم العادية أو خصائص الأسهم العادية فالاتنين سيان يعني. طيب أول حاجة إن حملة الأسهم العادية ليهم الحق في الأرباح. يعني إيه ليهم الحق في الأرباح؟ يعني أدام الشركة حققت أرباح تمام، فالمفروض إن بتوع الأسهم العادية ليهم بياخدوا الأرباح دي. طيب بس احنا خلي بالكم ان في حبه ناس ليهم الاولويه ان هم ياخدوا حقوقهم قبل حمله الاسهم العاديه. هم مين؟ طبعا لو احنا اتكلمنا من مصادر التمويل طويله الاجل، ففي عندك مقرضين تمام. لو الشركه واخده قروض فلازم تسدد الفوائد بتاعه القروض دي، ولازم تسدد قيمه او القسط بتاع القرض، لازم تسدد دولك قبل ما ياخد حملة الأسهم العادية الأرباح. طب بس خلي بالك كمان إن في ناس لو هي حتى سددت المقرضين أو الفايدة أو أصل القسط بتاع القرض، فهي لازم برضو تسدد حملة الأسهم العادية. لو هما ليهم نسبة من الأرباح فلازم هما ياخدوا قبل حملة الأسهم العادية. يعني عشان احنا قلنا إن حملة الأسهم العادية دولك هم الملاك بتوع الشركة، فاحنا بنخليهم للإيه؟ للآخر، لأن هم أصحاب الشركة تمام. فحقوق الناس اللي هي المفروض ملهاش ملكية في الشركة، فالمفروض ان هي تتاخد في الاول تمام، فهم ليهم الحق في الارباح تمام، ولكن بعد ما يدفعوا كل الفلوس اللي هي على الشركة تمام، سواء للمقرضين او لحملة الاسهم الممتازة تمام. يعني هو بيفضل واقف كده في اخر الاوضة تمام، لحد ما يوزعوا كل حقوق كل الناس اللي هو قبله تمام، وبعدين ياخد الحق في الارباح. طيب في حاجة تانية برضو عايزاكم تاخدوا منها في موضوع الحق في الارباح دي، ان حتى لو الشركة حققت ارباح وادت ارباح للمقرضين، او ادت سددت الفلوس اللي على المقرضين، ما بتدهمش ارباح سوري، سددت الفلوس للمقرضين اللي هي الفوائد او هكذا، وسددت كمان نسبه الارباح بتاع حمله الاسهم الممتازه، هل حمله الاسهم العاديه ممكن ياخدوا ارباح؟ ده بيتوقف على في السوق، بيتوقف على ان اجتماع الجمعيه او مجلس الاداره تمام، ان هو هيقرر ان هو هيوزع ارباح ولا مش هيوزع. طب وانا ايه بقى اللي جاي لي من الموضوع ده انا كحامل اسهم سهم؟ طيب هو لو مش هيوزع ارباح مش هيجي لك فلوس، بس هو هياخد الفلوس دي هيحتجزها عنده او هيشيلها تمام، عشان هيبدأ يستثمرها في مشروعات تانية. فايه اللي هيحصل لقيمة السهم بتاعك؟ هيبدأ يعلى تمام. فهنا في فايدة بتجيلي ان قيمة السهم بتاعتي بتعلى، ان بنقول عليها الماكسمايز الويلث، او ان انا بزود الملكيه بتاعتك، بدل ما السهم قيمته كان في 20 جنيه، لا هتبقى 30 تمام. وهكذا تمام. فهم ليهم حق في الارباح والدخل المحقق، ولكن بنقول عليه اللي هو الدخل المتبقي تمام، ان هو بعد ما يسدد حمله الاسهم العاديه والممتازه تمام، وكمان ان الشركه تاخد قرار بالايه من هي توزع ارباح، او مجلس الاداره ياخد قرار ان هو يوزع ارباح. يبقى دول الثلاث حاجات اللي هو بياخدهم، او الثلاث حاجات اللي هو في موضوع الارباح. يبقى هو ليه حق في الارباح تمام، بس بعد قلنا ما يدي، وكمان يكون الشركه تاخد قرار بالتوزيع تمام. طيب تاني حق من حقوق حمله الاسهم العاديه او الخصائص بتاعتها، الحق في الاصول عند التصفيه. ايه الحق في الاصول عند التصفيه دي؟ الشركة لو وصل لمرحلة ان احنا خلاص هنصفي الشركة كلها تمام، فهو ليه طبعا بقيمة السند بتاعه ان هو ياخد طبعا التصفية. طيب بس ده برضو بيرجع تاني ان هو لازم ياخد حقه، بيفضل واقف في اخر الاوضة زي ما قلت لكم لحد ما بتاع البنوك تاخد حقها، السندات ياخد حقه، بتاع الاسهم الممتازة ياخد حقه، ما يتبقى تمام بيروح لحملة الاسهم العادية. طيب
الاتنين دول كده على بعض بيقولولنا ان حملة الاسهم العادية حقوقهم حقوق سنوية، حقوق سنوية، حق سنوي في الارباح وحق سنوي في الاصول عند التصفية. ليه بنقول عليهم ان هم حقوق سنوية؟ لان هم بياخدوا حقوقهم بعد قلنا المقروضين، تمام، زي لو واخد قرض من بنك او عامل اصدار سندات، وكمان بياخد حقه بعد الايه، بعد الاسهم الممتازه. فعشان كده بنقول ان عليهم ان هم حقوق سنويه. وده بيفسر لنا لما اقول لك ان حمله الاسهم العاديه ديك مصدر من مصادر التمويل العاليه جدا، لان هم طبعا بيتحملوا مخاطر عاليه جدا، تمام، وطبعا هو بياخد حقوقه بعد كل ده، فبالتالي لازم ياخد معدل عائد اعلى من بتاع الاسهم الممتازه، وبياخد كمان اكتر من بتاع السندات. فهمتوا؟ فالاثنين دول مع بعض ان هو حق سنوي، بيقول ان الحقوق دي حقوق سنويه لان هو بياخد حقه بعدهم كمان. وده بيفسر لنا ليه حمله الاسهم العاديه بياخدوا عايزين معدل عائد عالي جدا على الفلوس اللي بيحطوها في الشركه. ماشي يا شباب؟ طيب ثالث خاصيه ان هي المسؤوليه المحدوده. طيب المسؤوليه المحدوده دي بتقول لنا كده ببساطه جدا ان اقصى خساره ممكن المستثمر اللي هو حامل السهم العادي ممكن، او اي مستثمر طبعا ممتاز او عادي، ان هو ممكن اقصى خساره، يعني اكتر حاجه ممكن يخسرها هي قيمه الاستثمار بتاعه، قيمه السند، قيمه السهم اللي هو واخده في الشركه، بس مش هيقدر ان هو يخسر حاجه اكتر من كده. وده طبعا ميزه وفرتها لنا الشركات اللي هي المساهمه، ان انت اكثر حاجه ممكن تخسرها الفلوس بتاعتك بس، فمفيش حد يقدر يرجع لفلوسك او بيتك او حاجه لو الشركه افلست، لا هو انت بس اخرك الاسهم او اللي انت مستثمرها بس. ماشي يا شباب؟ فدي المسؤوليه المحدوده. ثالث او رابع حق بيقول لك ان الحق في حضور الجمعيه العموميه والتصويت. ودوك حاجة مهمة جدا بالنسبة لحملة الأسهم العادية، لأن هم قلنا عليهم إن هم الملاك، تمام، فبالتالي إن هم ليهم الحق إن هم يحضروا في الجمعية العمومية. الجمعية العمومية دي يا شباب إن هي بتجمع كل الملاك بتوع الشركة. لو أنا ليا سهم واحد في الشركة دي، فأنا ببقى موجود في الجمعية العمومية بتاعتها، وأقدر إن أنا أصوت على أي قرار بيتاخد. طب الجمعية العمومية دي بتعمل إيه؟ هي اللي بتختار مجلس الإدارة، هي بتصوت على القرارات المهمة، زي مثلا لو في شركة هتعمل اندماج مع شركة تانية، او شركة هتستحوذ على شركة، ده كلهم بيقدروا ان هم طبعا هم ليهم القرار في الموضوع ده. طب التصويت في الشركات دي بيتم ازاي، او في الجمعية العمومية دي بيتم ازاي؟ لو انا عندي صوت، تمام، فبالتالي بيكون عندي، لو انا عندي سهم فبيبقى ليا صوت، عندي سهمين يبقى ليا صوتين، وهكذا، كل طبعا واحد حسب نسبته في حسب الاستثمار بتاعه، فبالتالي بيكون عدد الاصوات، يبقى كل سهم بيكون ليه صوت يا شباب. طب لو انا كمستثمر مش عايز اصلا ان انا اصوت على قرارات زي كده او حاجه، ممكن تعمل توكيل لشخص اخر هو اللي بيقوم بالتصويت بالقرارات دي يا شباب، تمام، ده اللي بيتم بره. خامس حق او خامس حقية من خامس خاصية من في الأسهم العادية بقول عليها حق الأولوية، وده الجزء العملي في الفصل ده يا شباب. طب حق الأولوية في الاكتتاب أو حق الشفعة، حق الإيه؟ الشفعة. يعني إيه حق الشفعة يا شباب؟ طيب أنا دلوقتي مستثمر ببساطة جدا، عندي نسبة ملكية معينة في الشركة، وليكن إن أنا واخد مثلا 25% من أسهم الشركة، يعني لو الشركة عندها 10,000 سهم فانا عندي 2500 سهم، دي نسبة الملكية بتاعتي 25%، تمام؟ طيب جت الشركة عايزة، هي كان عندها 10,000 سهم، عايزة تضاعف رأس المال بتاعها، يعني عايزة تصدر 10,000 سهم تانيين، تمام؟ طيب فهنا في الحالة دي حق الشفعة ده بيفضل محافظ لي ان انا كمستثمر تفضل نسبتي زي ما هي، ما تقلش، تمام؟ طيب ازاي؟ انا اول كانت نسبتي 25%، طيب لو جم قالوا لا انت مفيش حق شفعه وانا هصدر الاسهم دي للناس كلها، تمام؟ طيب حلو جدا. فالاول انا كانت نسبتي، انا كنت وعندي 2500 على 10,000،
تمام، يبقى انا كانت نسبتي 25%، ده قبل ما يعملوا الاكتتاب. طب بعد ما عملوا الاكتتاب بس هم مقررين ان هم مش هيدوني حاجه من الاسهم الجديده، يبقى 2500 اللي انا عندي على راس مال الشركه وعدد اسهم الشركه بقت 20,000. ففي الحاله دي النسبه بتاعتي هتقل ل 12.5%، فهنا تاثيري في القرار في الشركه طبعا هيقل. فحق الشفعه ده معمول ان انا افضل محافظ على المستثمرين على نسبه الملكيه بتاعتهم، فهم اصحاب الاسهم العاديه ليهم الحق في الاولويه في الاكتتاب. لو في اكتتاب هيتم فهم الاول، هم اللي ياخدوا النسبه بتاعتهم. طب انا لو مش عايزه اكتتب انا حر، انا كمستثمر كحر، بس هو ده حق بيضمنه له القانون، هو اسمه حق الشفعه. تمام، زي ما بيقول لك كده الاقربون اولى بالمعروف، يعني تمام ان هم اصحاب الشركه الاول، بعدين نبقى نصدر للناس اللي بره، او الناس اللي بره بعدين بعد ما هم الناس دي تستكفى او ياخدوا النسبه بتاعتهم الموجوده. تمام يا شباب؟ طيب طيب تعالوا نراجع تاني برضو الجزء ده كده بشكل سريع مع بعض. خصائص الاسهم العاديه، احنا قلنا الحق في الارباح، تمام، احنا قلنا ان حمله الاسهم العاديه ليهم الحق في الارباح، ولكن بعد سداد كافه التزامات الشركه من فوائد وضرائب واقساط وتوزيعات ارباح الاسهم العاديه، فعشان كده هم بياخدوا الربح المتبقي. حلو، وقلنا الحق ده حق سنوي. تمام، طيب هم بياخدوا الارباح امتى؟ احنا قلنا ان حمله الاصحاب او حمله الاسهم العاديه ليهم الحق في الارباح، ولكن بعد ما الشركة تسدد كل الالتزامات بتاعتها، تمام، ليه؟ قلنا المقرضين، فتعمل فوائد وتدفع ضرائب وتدفع الاقساط وتعمل توزيعات ارباح الاسهم الممتازة، وبعدين لازم الشركة تاخد او الادارة تاخد قرار بالتوزيع او لا. تمام، طيب تاني حق ليهم قلنا الحق في الاصول عند التصفية، ده اتكلمنا عنه ان لما تيجوا تصفوا، قلنا الحقوق دي حقوق سنوية، وبالتالي هي اللي بتفصل لي ليه اصحاب الاسهم العاديه بيطلبوا معدل عائد عالي. ثالث حق اللي هي المسؤوليه المحدوده، وقلنا ان دي اقصى خساره ممكن يعملها، او التزامات الشخص، التزامات المستثمر محدوده بحجم الاموال المستثمره، محدش يقدر يرجع لفلوسه. طيب الحضور في الجمعيه العموميه والتصويت، وقلت لكم التصويت بيتم ازاي، فبالتالي لكل سهم صوت واحد. تمام، حق الأولية في الاكتتاب، وضحنا دوك ان هو حاجة اسمها حق الشفعة، قلنا الأقربون أولى بالإيه؟ بالمعروف. فحق الشفعة ده في حالة إصدار أسهم جديدة، يعني هي الشركة قررت تعمل إصدار جديد. طيب حملة الأسهم قلنا ليهم الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة المصدرة من خلال منحهم حاجة اسمها حقوق اكتتاب، وده قلنا لسه هنتكلم عنه ازاي نحسب حق الاكتتاب، عدد حقوق الاكتتاب دي. تمام، طيب وقلنا ان الحق ده اللي هو حق الأولوية في الاكتتاب او حق الشفعة، ده بيوفر وبيحمي حملة الاسهم من انخفاض نسبة الملكية، لان هو نسبة الملكية بتاعتهم دي كل ما بتزيد طبعا بيكون قرارهم مؤثر اكتر، لان احنا قلنا هما بيعملوا تصويت في الجمعية العمومية، فبالتالي لكل سهم صوت، فانا لو قللت النسبة بتاعته اكني بقلل عدد تأثيره في القرار. ماشي يا شباب؟ فاحنا بعد كده هنتكلم، هناخد الاول اسئله على الجزء ده، وبعدين ندخل في الجزء العملي اللي هو ازاي احسب حق الاكتتاب وقيمه حق الاكتتاب. فخلينا نشوف الاسئله في الجزء ده بتبدا تيجي ازاي. الاسئله مش كتير بس خلينا نبص عليها برضو. خلينا الاول نشوف صح وغلط ممكن تيجي ازاي. خلينا نبص على السؤال رقم 10، بيقول لك يقتصر حق حملة الاسهم العادية في الارباح المتبقية، تمام، بعد سداد كافة الالتزامات المستحقة على الشركة للمقرضين وحملة الاسهم الممتازة اذا ما قررت الادارة توزيع ارباح. طيب الموضوع ده كده بالصورة اللي احنا قلناها، ان هو بيقول ان حملة الاسهم العادية ملهمش، بيقتصر حقهم في الارباح، لازم بعد ما سدد كل التزامات الشركة وكمان اوزع ارباح حملة الاسهم الممتازة وكمان الشركة تاخد قرار. فالكلام ده طبعا احنا قلناه، دول قلنا الشرطين ان هم عشان ياخدوا ارباح، فكده تعتبر الاجابة
صحيحة. طيب السؤال رقم 11 بيقول لك: تتمثل حقوق وخصائص الأسهم العادية في الحق في الحصول على الأرباح والحق في الأصول على في الأصول عند التصفية والمسؤولية المحدودة. طيب تعال نبص كده للسؤال، بيقول لك تتمثل دي يعني أكني بقول لك كله، ان دي كل الحقوق، فبالتالي الإجابة هتبقى غلط لأن احنا طبعا عندنا 3 بس وهما 5 أو 6. طيب فالإجابة هتبقى غلط. طب ايه الصح بتاعها؟ وهي الحقوق بتاعتهم: الحق في الحصول على الأرباح، الحق في الوصول عند التصفية، عندهم المسؤولية المحدودة، عندنا الحضور الجمعية العمومية والتصويت، وقلنا حق الشفعة، والحق في البيع للغير اللي هو ممكن يبيع أو يتم تداول على الأسهم دي طبعا في البورصة، فدي برضو حاجة زيادة. طيب يتمتع، سؤال رقم 12 بيقول لك: يتمتع حملة الأسهم بالحق في الأرباح المحققة دون أي شروط. السؤال ده بالصيغة دي صح ولا غلط؟ طيب احنا قلنا ان هما ليهم الحق في الارباح، تمام، بس في حبة في شرطين، تمام، يبقى الاجابة دي هتبقى غلط. طب ايه هما الشرطين؟ احنا قلنا ان هو يسدد كافة التزامات الشركة، تمام، وكمان يدفع التوزيعات بتاعة الارباح بتاعة الاسهم الممتازة، لازم نركز على الموضوع ده. وتاني حاجة ان الادارة لازم تقرر ان هي هتوزع ارباح ولا لا. سؤال تاني ممكن يجيلكوا بصيغة تانية، بيقول لك: حق حملة الأسهم العادية في أصول الشركة عند التصفية هو حق أساسي مثل حقهم في الأرباح. السؤال ده صح ولا غلط؟ طيب احنا قلنا ان حق حملة الأسهم العادية، تمام، في الأرباح وفي الأصول عند التصفية دي حقوق سنوية وليس حقوق أساسية، تمام، فبرضه ناخد بالنا من الصياغة بتاعة السؤال. طيب السؤال ممكن يجي لك بصيغة تانية، السؤال رقم 14 بيقول لك: بيقتصر حق حملة الأسهم في أصول الشركة في حالة التصفية على ما يتبقى بعد سداد كافة التزامات الشركة للمقرضين أولا. يبقى أول حاجة بسدد المقرضين، تمام، والمقرضين دي لو قروض طويلة الأجل أو سندات طبعا، ثم حملة الأسهم الممتازة. طيب السؤال بالصيغة دي صح ولا غلط؟ طيب هو كده بيسدد المقرضين ثم حملة الأسهم الممتازة، وقلنا بتاع حملة الأسهم العادية واقف في آخر الدور أو في آخر الأوضة مستني دوره، فبالتالي السؤال دوت صح لأن هو بيجي بعد حملة الأسهم الممتازة. طيب يتحمل حملة الأسهم العادية المقدار الأكبر من المخاطر وبالتالي يطالبه بعائد منخفض. طيب السؤال ده صح ولا غلط؟ طيب احنا قلنا ان هم الملاك بتوع الشركة، الملاك الحقيقيين للشركة هم حملة الاسهم العادية. طيب انتم من منظوركم كده ان هو بيتحمل مخاطر عالية جدا، لان هو بيستنى طبعا بياخد الارباح بتاعته بعد ما يدي المقرضين وبعد ما يدي بتاع الاسهم الممتازة، وبعدين كمان الشركة تقرر، وكمان لو في حالة التصفية نفس الموضوع بياخد، بيفضل وقت زي ما قلت لكم واقف في الاخر لحد ما يشوف يوزع اللي قبله، فبالتالي هو ادام بيتحمل مخاطر عالية، فبالتالي بيتوقع عائد ايه؟ عالي، بيتوقع عائد عالي، فبالتالي هما بيطالبوا بعائد قلنا ايه؟ مرتفع، تمام؟ ده برضو ممكن صيغة يجيلكوا بالسؤال، وركزوا على الأسئلة اللي فيها تركات دي شوية يا شباب. طيب السؤال رقم 16 بيقول لك: تعد العلاقة بين العائد المطلوب اللي بيطالبوا بيه حملة الأسهم العادية، تمام؟ أو اي مستثمر، تمام، والمخاطر علاقة عكسية، يعني كل ما العائد يزيد كل ما المخاطر تقل. نفكر كده، لا، كل ما المخاطر تزيد طبيعي جدا انا عشان بتحمل مخاطر عالية فهتوقع ان يكون في عائد عالي، فالعلاقة بينهم علاقة طردية وليست عكسية، فالإجابة هتبقى خاطئة. طيب رقم 17 بيقول لك: مسؤولية حملة الأسهم، تمام، عن التزامات الشركة محدودة بحجم الأموال المستثمرة في الشركة. صح ولا غلط؟ الإجابة صحيحة. طب حد يقول لي: أنت ما قلتيش هنا حملة أسهم عادية ولا ممتازة؟ أي حملة أسهم بتبقى المسؤولية بتاعتهم يا شباب بتبقى مسؤولية محدودة بقيمة الأموال المستثمرة فقط، تمام، عشان برضو ما يجيش حد يقول لي لا ده لازم هنا تبقى هي كده غلط عشان حملة الأسهم الإيه
العادية. لا، الممتازة والعادية عندهم نفس الموضوع، فناخد بالنا برضو ان هي كده هتبقى الإجابة صحيحة، تمام، مش غلط. طيب بيقول لك السؤال رقم 18، بيقول لك لحملة الأسهم الممتازة الحق في حضور الجمعية العمومية للشركة والتصويت على القرارات الهامة، مثل اختيار أعضاء مجلس الإدارة، تغيير اللائحة بتاعة الشركة، إصدار أسهم جديدة، الاندماج والاستحواذ وغيرها من القرارات الحيوية للشركة. طيب احنا لسه ما اتكلمناش عن حملة الأسهم الممتازة طبعا، ولكن ده كل الحقوق اللي احنا قلناها ديك من حقوق حملة الأسهم العادية وليست الممتازة، واحنا هنتكلم بعد كده برضو على حملة الأسهم الممتازة وهنعرف ايه الفرق ما بينهم وبين حملة الأسهم العادية. فلحد هنا كده احنا بنتكلم برضو على الأسهم الايه العادية يا شباب، تمام. فالإجابة هتبقى خاطئة، واحنا نقول ان هي حملة الأسهم العادية وليست الممتازة. رقم 19 بيقول لك لحامل السهم الممتاز الحق في تحرير توكيل لإدارة الشركة او احد المستثمرين للتصويت عنه نيابة عنه. طيب هو حامل السهم الممتاز اصلا احنا لسه كده كده ما اتكلمناش عنه، بس السؤال بالصيغه دي الحق ده ان هو يقدر يعمل توكيل، اللي بيعمل توكيل حامل السهم العادي وليس الممتاز، فبالتالي الاجابه هتبقى خاطئه. السؤال ممكن يجي لك بصيغة تانية، بيقول لك ان القاعدة الاساسية للتصويت في الجمعية العمومية هي ان لكل سهم صوت واحد فقط. طبعا احنا اتكلمنا في موضوع التصويت ده، وكل سهم ليه صوت واحد. طيب يمنح حق الشفعة لكل مستثمر حسب عدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم المصدرة، ده احنا لسه هنتكلم على الجزئية دي، تمام. بس حق الشفعة ان هو بيشوف نسبة الراجل، احنا قلنا هو بيحافظ على نسبة الملكية، فانا بشوف نسبة ملكيته قد ايه، وبالتالي ياخد ايه من كام من الاصدار الجديد، تمام. فهو بيشوف عدد الاسهم اللي بيملكها وعدد الاسهم المصدرة وياخد النسبة ويقول له انت هتاخد قد ايه من نسبة من عدد الاسهم المصدرة الجديدة عشان تقدر تحافظ على النسبة بتاعتك. في السؤال بالصيغة ديك يبقى الاجابة هتبقى صحيحة. طيب حق الشفعة ده بيقول لك يحمي حق الشفعة حملة الاسهم من انخفاض نسبة الملكية لكل مستثمر. احنا قلنا طبعا دي ميزة وبيكفلها القانون، طبعا بيضمنها ان نسبة الملكية بتاع المستثمر ما تقلش، فبالتالي في حاجة اسمها حق شفعة، فدي من مزايا الموضوع ده، فالإجابة هتبقى صحيحة. ماشي يا شباب. طيب حد هنا اتمنى ما يكونش فيه مشاكل، تعالوا بقى نركز مع بعض شوية كده في العملي، وازاي ان انا احسب حاجة اسمها عدد حقوق الاكتتاب اللي هو المستثمر المفروض بياخدها عشان يفضل محافظ على نسبة الملكية بتاعته، ما يحصلش اي مشاكل في الملكية بتاعته، وبالتالي قراره في مجلس او في الجمعية العمومية ما يقلش، تمام، اللي هي التأثير بتاع القرار بتاعه. وهناخد حاجة تانية اسمها قيمة حق الاكتتاب، ودي برضه هيبقى فيها كذا طريقة، فنركز مع بعض في الجزء ده. وانا حبيت ان انا نخلص شوية من الجزء النظري ده عشان بعدين هنركز في العملي، وده اللي هياخد الوقت الاطول مننا. هنحاول ان شاء الله نطبق برضو في كذا حاجه بحيث ان انتوا تبقى الدنيا معاكم تمام. طبعا الحاجات العملية دي اكيد بتحتاج ان احنا نبقى فيس تو فيس مع بعض، تمام، بس يعني خلينا ان انا هحاول بقدر الامكان ان شاء الله الدنيا تبقى بسيطه وهم اساسا بصوت باذن الله تعالى. يعني زي ما قلت لكم لو في احد مش فاهم اي حاجه طبعا هيبعت لي على الفيس بحيث نقدر نتواصل مع بعض ان شاء الله يا شباب. طيب حق الشفعة او حق الاولوية في الاكتتاب. طيب خلينا الاول كده ناخد اثبات، تمام. نقول احنا قلنا ان حق الشفعة ده بيفضل محافظ على نسبة الملكية بتاعة المستثمر. طيب الكلام ده ازاي؟ طيب تعالوا ناخد مثال عشان الدنيا تبقى واضحة اسهل بدل ما نقعد نتكلم مع بعض كتير. طيب بيقولك لو توفرت لديك البيانات التالية عن أحد الشركات، طيب عدد الأسهم المقيدة في الشركة 10 مليون سهم، يعني هي الشركة تمام عندها 10 مليون سهم. طيب عايزة تصدر، تمام، أو عايزة تعمل إصدار جديد، يعني عندها عدد الأسهم الجديدة اللي هي عايزة تصدرها 10 مليون سهم، يعني عايزة تضاعف رأس المال بتاعها. طيب فإذا كان لدينا مساهم
أو مستثمر يمتلك 500,000 سهم، فما هو تأثير إصدار الأسهم الجديد؟ طيب الحتة دي أعرف إزاي تأثير الإصدار الجديد. طيب خلينا نشوف إن ملكية السهم كانت بتمثل كام في المية من ده، من عدد الأسهم، وكام في المية بعد الإصدار. حلو كده، عشان نعرف ببساطة جدا التأثير كان عامل إزاي. ماشي يا شباب. طيب أجيب الموضوع ده إزاي؟ ببساطة جدا هقول إن نسبة ملكية المساهم، نسبته عدد الأسهم المملوكة ليه على عدد الأسهم المصدرة في 100. طيب قبل ما الشركة تصدر كان عندها كام سهم؟ كان عندها 10 مليون سهم، صح؟ طيب يعني قبل الإصدار اهو نسبة ملكية السهم بتساوي 500,000 اللي هو الراجل عنده المستثمر على 10 مليون في 100، فتلاقيه هو عنده 5% من أسهم الشركة، يعني هو مالك 5% من أسهم الشركة، ده قبل ما الشركة تصدر. طيب بعد ما الشركة أصدرت نسبة ملكية السهم، نسبة ملكية المستثمر، هو عنده 500 زي ما هو، تمام؟ طيب بس رأس المال الشركة دلوقتي بدل ما كان 10 مليون سهم بقى 20 مليون سهم، تمام؟ طيب ففي الحالة دي قيمة نسبة ملكية المستثمر بقت 2.5%، فالإصدار اللي تم دوت قلل نسبة ملكية المساهم، وأدام قلل نسبة ملكية المساهم يعني بيقلل تأثيره في القرار طبعا في الجمعية العمومية، تمام؟ فبالتالي هنا حصلت هتحصل مشكلة للراجل ده لو هم عملوا إصدار جديد من غير ما هو يدخل فيه. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ تمام؟ نحل المشكلة دي إزاي؟ إن أنا أدي للمستثمرين دولك حق الشفعة أو حق الأولوية في الاكتتاب. طيب أحسبه إزاي؟ تمام. طيب خلينا برضو ناخد مثال ونطبق مع بعض ونشوف الدنيا عاملة ازاي. طيب بقولك في ما يلي بيانات عن احد الشركات. طيب بقولك ان عدد الاسهم المتداولة اللي بيتم عليها التداول 4.5 مليون سهم، تمام؟ الشركة عايزة تعمل زيادة في راس المال بقيمة 15 مليون سهم. سعر الاكتتاب يعني سعر الاصدار، هي هتصدر السهم ده ب 10 جنيه. حلو كده. طيب فبيقول لي تحديد حقوق عدد الحقوق المطلوبه لشراء سهم واحد من الاصدار الجديد. يعني اكني بقول لك الراجل المستثمر ده المفروض يكون عنده كام سهم عشان ياخد سهم واحد من جديد. يعني هو مثلا يعني عنده مثلا لو هو عنده كل مثلا عنده 10 أسهم، تمام؟ طيب لو 10 أسهم دولك، لو عند واحد عنده 10 أسهم هياخد سهم واحد، لو واحد عنده 20 هياخد سهمين. فهمتوا الموضوع ماشي ازاي؟ اكني بقول حسب نسبته من راس المال وبالتالي هو هياخد قد ايه من الاصدار الجديد. طب نحسب الموضوع ده ازاي؟ ازاي احدد عدد الحقوق المطلوبة لشراء سهم واحد من الاسهم الجديد؟ يعني الراجل ده عنده حق ياخد كام يشتري سهم من السهم الجديد. تعال نحل الموضوع كده ببساطة. عدد الاسهم اللي المفروض الشركة تصدرها. طيب هو هنا طبعا مش مديني ان هي عايز تصدر قد ايه، تمام؟ طيب فانا هجيبها ازاي؟ الشركة عايزة تعمل زيادة في رأس المال بقيمة 15 مليون، تمام؟ تروح أسماها على سعر الاكتتاب عشان أطلع عدد الأسهم اللي المفروض الشركة تصدرها. كده فيها مشكلة؟ لو هو مش مديني عدد الأسهم اللي الشركة عايزة تصدرها بشوف هي عايزة تزود قد إيه، تمام؟ قيمة الزيادة هي هنا 15 على سعر الاكتتاب، تمام؟ على 10، فهيديني عدد الأسهم اللي الشركة عايزة تصدرها جديد. اهي يبقى اول حاجة عدد الاسهم اللي الشركة المفروض تصدرها، هي المفروض بالمنظر ده 15 على 10، 15 مليون على 10، فالمفروض ان هي عايزة تصدر 1.5 مليون سهم، تمام؟ طيب عدد الحقوق المطلوبة لشراء سهم واحد من الاصدار بيساوي عدد الاسهم القديمة الشركة عندها قد ايه قديم على عدد اسهم الطرح. حلو كده. طيب
يبقى بيساوي 4.5 مليون على 1.5 مليون، يبقى يديني 3 حقوق اكتتاب. يعني ايه كلمة 3 حقوق اكتتاب دي يا شباب؟ يعني كل مستثمر عنده 3 اسهم، عنده 3 اسهم من قبل كده في الشركة، ليه الحق ان هو يشتري سهم واحد من الاكتتاب الجديد. مش احنا قلنا ان حق الشرفعة ده بيحفظ ان ملكية المستثمر تفضل زي ما هي؟ تمام. طيب هي الشركة اصدرت بالمثال ده، هي اصدرت تلت راس مالها، عايزة تزود راس مالها بقيمة التلت. مش هي كان راس مالها كان 4.5 مليون، فهي هتطلع ايه؟ 1.5 مليون. تمام. فالكل مستثمر عنده 3 ممكن ياخد سهم واحد عشان يقدر يحافظ على نسبة الملكية بتاعته. مفهومة كده؟ الموضوع ببساطة جدا، ان عدد الاسهم القديمة بتاعت الشركة بقسمها على عدد اسهم الطرح الجديد اللي هي عايزة تزوده. تمام. فبيطلعوا لي 3 حقوق اكتتاب او 2 واتيفر ايا كان الرقم اللي هيطلع. فبمعناه ان الراجل ده كل مستثمر عنده من الاسهم القديمة عنده 3 اسهم. تمام. بي من حقه ان هو يشتري من الاصدار الجديد سهم واحد بقيمة طبعا 10 جنيه، اللي هو سعر الايه؟ الاصدار. ماشي يا شباب؟ يبقى دي اسمها عدد حقوق الاكتتاب. يبقى عشان يفضل محافظ الراجل على نسبة الملكية بتاعته. سهلة جدا وبسيطة، مفيش فيها اي حاجة. ان انا بشوف عدد الاسهم القديمة بقسمها على عدد الاسهم الطرح الجديد. ولازم ناخد بالنا ان احنا بنتكلم على عدد الاسهم، محدش يقسمها هنا على القيمة. لو قسمها على القيمة طبعا هيطلع لك نتائج غريبة جدا يعني. تمام. فانا بقسم عدد اسهم على عدد اسهم، بس فوق القديمه وتحت الجديده، فده بيديني عدد الحقوق. تمام. الرقم اللي بيطلع هنا ده مثلا طلع 2، يبقى كل مساهم عنده 2 سهم. تمام. من الحاجات القديمه يقدر يشتري سهم واحد من الجديد، طبعا بسعر الاكتتاب. بيشتري بسعر الايه يا شباب؟ بسعر الاكتتاب. ماشي. يبقى دي كده اسمها عدد حقوق الاكتتاب. فيها مشكله دي لحد دلوقتي؟ طيب احنا كده كده برضه هناخد سؤال تاني عليها. خلينا نشوف سؤال تاني. بيقول لك توفرت لديك البيانات التاليه عن اصدار جديد من الاسهم العاديه. بيقول لي ان القيمه السوقيه للسهم 15 جنيه، عدد حقوق الاكتتاب 3 جنيه، سعر الاكتتاب 10 جنيه. ايه بقى كده؟ الدنيا مش هي. بس هنا بيقول لي المطلوب حساب قيمه حق الاكتتاب. هناك كان بيسالك عن عدد حقوق الاكتتاب، وقلنا ده بنجيبها من الاسهم القديمة على الاسهم الجديدة. تمام. والرقم اللي يطلع معناه 1، يبقى الراجل اللي يملك سهم قديم دي حق ان هو ياخد سهم جديد. تمام. طلع 2، اللي يملك 2 سهم من القديم دي سهم واحد جديد. طلع 3، يبقى اللي يملك 3 سهم من القديم ياخد جديد، واحد من الايه؟ من الجديد. ماشي يا شباب. هنا بيقول لي حساب قيمة حق الاكتتاب. يعني ايه بقى الكلام ده؟ طيب قيمة حق الاكتتاب دي يا شباب، يعني انا اكني بقول لك اللهم صل على النبي. طيب اكني بقول لك الفلوس، الاموال المستثمرة، من معناها قيمة حق الاكتتاب هي الاموال المستثمرة من المستثمر، اجمالي الاموال المستثمرة لشراء، تمام، او لشراء الايه؟ حق الاكتتاب. يعني مش انا بقول لك ان الراجل هنا كده اللي هو لو عنده 3 حقوق اكتتاب، يعني معناها ان الشخص اللي عنده 3 سهم من الاسهم القديمه ليه حق في اكتتاب في الاسهم الايه؟ الواحد. انا عايزه اجيب قيمه الايه؟ الثلاثه سهم اللي هو من الاصدار من الاسهم القديمه قيمتهم، زائد الجديد اللي هو السهم الجديد اللي هو المكتتب فيه. تمام. على عددهم هنا، يبقى هنا عدد الاسهم المفروض هنا كان 3 زائد 1 بتاع الجديد. ببساطة جدا يعني انا اكني بقول قيمة حق الاكتتاب دي، قيمة حق الاكتتاب اللي هي الاموال المستثمرة من ناحية الايه؟ المستثمر. قيمة حق الاكتتاب. ماشي يا شباب. طب نحسب الكلام ده ازاي؟ في طريقتين اليوم يا شباب، ببساطة جدا. في طريقة اسهل من طريقة، بس ان طبعا اعرفوا الطريقتين. لما تعرفوش الامتحان ممكن يجيلكم ازاي.
الطريقه الاولى بيقول لك قيمه حق الاكتتاب بيساوي سعر السهم السوقي، تمام، هو مديهولنا في السؤال، ناقص سعر الطرح، جات لك كلمه سعر الاكتتاب، الاثنين بنفس المعنى، على عدد حقوق الاكتتاب، تمام، او الشراء، تمام، او شراء سهم واحد، تمام، زائد واحد. واحد ده اللي هو ايه شباب؟ اللي احنا قلنا اللي هو السهم واحد من الاصدار الجديد اللي هو يشتريه. طيب عدد حقوق الاكتتاب دي اللي هي عدد الاسهم اللي المستثمر بيكون عنده من الاسهم القديمة عشان يقدر يشتري، تمام، الموضوع بسيط جدا. طيب فاحنا لو هنعوض في السؤال ده يبقى قيمة الاكتتاب، انا بقول قيمة السهم السعر السوقي للسهم، هو بيقول لي ان السعر السوقي للسهم هنا كام؟ 15، ناقص سعر الاكتتاب 10، تمام، يبقى 10 ناقص 5 على 3 اللي هي عدد حقوق الاكتتاب زائد 1 اللي هو اكني بقول السهم اللي هيشتريه، مش هو هنا عنده 3 اسهم قديمة فبياخد سهم جديد، تمام، فهتطلع لي 1.25، يبقى قيمة الاكتتاب 1.25، قيمة الاكتتاب 1.25 جنيه. طيب ممكن نجيبها بطريقة تانية بتبقى صعبة شوية بس سهلة، اسمها طريقة متوسط الايه الاموال او سعر السهم بعد الاصدار، قيمة او بنجيبها على خطوتين. الطريقة التانية ايجاد، اول حاجة ان انا بجيب متوسط سعر السهم بعد الاصدار. طب ده اجيبه ازاي؟ هقول عدد حقوق الاكتتاب، تمام، في القيمة السوقية للسهم زائد قيمة الاكتتاب في السهم، تمام، على عدد حقوق الاكتتاب زائد 1، يعني احنا المقام بتاعنا 1 بس اختلفنا فوق في الايه في البسط، تمام. طب انت لو بصيت هنا كده على الموضوع ده، على السؤال ده، عدد حقوق الاكتتاب في القيمة السوقية، اكني بقول لك ان قيمة الاسهم اللي المفروض قيمة، خلي بالك انا بقول قيمة الاسهم اللي المفروض بيملكها المستثمر، تمام، عشان يقدر يشتري قيمة او قيمة السهم الواحد اللي هو من الاصدار الجديد. فعشان كده لو انتوا برضو مش عايزين تحفظوا، ببساطة جدا عدد حقوق الاكتتاب، بس انا بقول لك مثلا لو عدد حقوق الاكتتاب 3، تمام، اكني بقول لك ان الراجل ده لو معاه 3 اسهم من الاسهم القديمة عشان يشتري سهم واحد من الاصدار الجديد. فهنا بدل ما بنقول بنتكلم على عدد هنجيبها في القيمة بس، سهلة كده عشان ما تحفظوش، ماشي يا شباب؟ طيب على العدد حقوق الاكتتاب زائد 1 اللي هو مثلا هنا قلنا لو 3، تمام، زائد 1 اللي هو السهم الجديد، ماشي. طيب نحسب كده بالموضوع ده. طيب احنا قلنا الموضوع ده الطريقة دي بتتم على خطوتين، اول حاجة ان انا بجيب متوسط سعر السهم ودي هو القانون بتاعه، وبعد كده بجيب قيمة حق الاكتتاب بتساوي القيمة السوقية للسهم ناقص متوسط سعر السهم بعد الاصدار. طيب لو طبقنا بقى، بصوا، يبقى متوسط سعر السهم، طبعا احنا قلنا القيمة السوقية للسهم 15 في 3 عدد حقوق الاكتتاب زائد 1، تمام، 1 ده اللي هو سهم واحد يعني، تمام، في سعر الاكتتاب اللي هو 10، تمام، على 3 عدد حقوق الاكتتاب زائد 1 السهم اللي ايه اللي هو الراجل المفروض يشتريه، يبقى يديني 13.75، ده متوسط سعر السهم بعد الاصدار. طب انا عايزه قيمة حق الاكتتاب، هطرح هجيب القيمه السوقيه للسهم واطرح منها متوسط سعر السهم بعد الاصدار، هيديني 1.25. خلي بالكم من هي نفس النتيجه بتاع القانون الاول، طيب انت طبعا ليكم مطلق الحريه ان تطبقوا ده او ده، المهم النتيجه تطلع ان شاء الله زي ما هي، بس خليكم برضو عارفين الطريقتين احتياطي يعني، ماشي يا شباب؟ وان شاء الله مفيش فيهم اي مشكله. طبعا احنا لو يعني محاضره فيس تو فيس طبعا الموضوع هيبقى ابسط من كده بكتير، طبعا الحاجات دي بتحتاج كتابه، بس يعني ان شاء الله يكونوا فهمتوها كويس يعني. طيب احنا كده يا شباب قلنا اهم نقطه، طبعا قلنا حق الشفعه دوت واتكلمنا عنه كتير لان هو ده اللي فيه الجزء العملي، بس خلي بالكم ان احنا قبل ما نخلص الاسهم العاديه في حبه حاجات كده محتاجين نوضحها. طيب ايه هي؟ ان الاسهم العاديه دي يا شباب في منها انواع، او ممكن تظهر، او ممكن الشركه تصدرها بصفات معينه. يعني ايه؟ يعني في بعض الشركات في اسهم كده بتصدر
حاجة اسمها أسهم قابلة للاستدعاء. يعني ايه من اسمها كده؟ قابلة للاستدعاء. هو مين اللي بيصدر السهم؟ الشركة. يبقى مين اللي هيستدعيه؟ الشركة برضو، عشان برضو ايه الحتة دي ممكن يجيلكوا فيها سؤال. أسهم قابلة للاستدعاء يعني الشركة ليها الحق ان هي تستدعي يعني تجيب، تمام، الأسهم دي، تمام، ماشي يا شباب، بعد مثلا فترة معينة، او لو ارتفع سعرها بشكل معين او وهكذا. بيكون في هي شروط بتبقى مكتوبة طبعا في العقود بتاع الشركة، تمام. فنقول في أسهم عادية قابلة للاستدعاء، تمام، يبقى هنا الحق ده حق، او أسهم عادية ذات حق في الاستدعاء، الحق ده بيكون لمين؟ للشركة. هو مين اللي بيعمل لك استدعاء؟ طبعا الاولاد بالنسبة لها الكلمة دي متعبة نفسيا، يعني مين اللي بيعمل لك استدعاء؟ الجيش. حلو كده. طيب فهنا المصدر السهم هي الشركة، فدوك يا شباب الحق ده اللي هي الأسهم العادية ذات حق في الاستدعاء، الحق ده من حق مين؟ الشركة مصدرة الأسهم، إن هي ممكن تستدعي يعني تجيب أو تاخد تاني الأسهم دي من المستثمر، تمام، بسعر محدد في نشرة الاكتتاب عند إصدارها. يعني هي بتبقى كاتبة كده، لو بقى سعرها كذا أنا هاخدها منك تاني. طيب بالمنطق كده، بالمنطق إمتى الشركة هتستدعي، هتاخد تاني، هترجع السهم ليها؟ حلو. يبقى اللي بيغير قيمة الشرح القيمة، أي قيمة يا شباب بتتغير بناء على العرض والطلب، يبقى القيمة السوقية. لو القيمة السوقية للسهم أعلى من قيمة الاستدعاء، عشان ما نحفظ. حلو. يبقى أنا الشركة مفيش أي منطق أبدا إن هي هتقول إمتى أنا عايزة السهم ده، لما يكون قيمته السوقية عليت أكتر من قيمة الإيه؟ الاستدعاء اللي هي كانت حطوها، اللي هي مكتوبة في العقد بتاع الشركة، العقد بتاع السهم أو الورقة اللي هي أو الساق أو whatever يعني المسمى. ماشي يا شباب. طيب يبقى في أسهم ممكن الشركة تستدعيها، وقلنا دام بتستدعيها يبقى بيرجع لأصلها، بيرجع للشركة المصدرة، فده الحق ده من حق مين؟ الشركة، تمام. طب امتى تستدعيها؟ لما يكون القيمة السوقية أكبر من قيمة الاستدعاء اللي هي القيمة المكتوبة في العقد. حلو كده. في نوع تاني من الأسهم ممكن يصدر بشكل آخر، وهي الأسهم العادية ذات الحق في إعادة البيع. هو أنا كشركة مصدرة، أنا بعت السهم، يبقى مين؟ واحد تاني بيشتريه، صح؟ طيب الراجل ده إن هو ممكن يبيعه تاني، يبقى الحق ده بتاع مين؟ حملة الأسهم مش الشركة. يبقى هنا الحق بتاع إعادة البيع ده إن هو يرجعه تاني للشركة، هو اللي بيرجعه للشركة، التاني الشركة هي اللي بتطلبه، أنا عايزة السهم، لا ده هو اللي بيرجعه للشركة، تمام. يبقى ده الحق ده اللي بينديه مين؟ لحملة الأسهم، اللي هو الحق في بيع الأسهم الشركة، تمام، بسعر محدد مسبقا في سعر في نشرة الاكتتاب. طيب أنا بالمنطق برضو، أنا كمستثمر إمتى هودي السهم الشركة؟ أقول لهم لا خدوا السهم بتاعكم، لما يكون القيمة السوقية بتاعته هتقل ولا تزيد؟ لما يكون القيمة السوقية للسهم، تمام، أقل من سعر إعادة الشراء اللي هم مكتوب، أو سعر إعادة الشراء أكبر، يعني لو عكسنا مفيش مشكلة. ماشي يا شباب. فأول واحدة الحق بتاع الاستدعاء ده بيكون للشركة، تمام، وامتى بتعمل ده؟ لما يكون القيمة السوقية أكبر من قيمة الاستدعاء. طيب اللي هي الأسهم العادية ذات الحق في إعادة البيع ده بيكون ليه حملة الأسهم، وامتى الراجل هيرجع السهم للشركة؟ طبعا لما يكون القيمة السوقية أقل من سعر إعادة الشراء اللي هي المفروض الشركة عايزة تشتري بيه السهم، أو إن سعر إعادة الشراء أكبر من القيمة السوقية للسهم. ماشي يا شباب. كده احنا خلصنا الاسهم العاديه، اتكلمنا ايه هي الاسهم العاديه، اتكلمنا ايه هي الخصائص بتاعتها، اكتر خاصيه اتكلمنا عنها طبعا حق الشفعة، وقلنا الاسئله بتيجي عليها سؤال ممكن يجيلك عليها بطريقتين. اول حاجه ايه هي عدد حقوق الاكتتاب، وده قلنا بيجي من عدد الاسهم القديمه على عدد الاسهم الجديده، وشوف الرقم اللي يطلع لي 3 2 1 whatever، معناها ان الرقم اللي طلع ده لو طلع واحد مثلا، يبقى الشخص او المستثمر اللي بيملك
واحد سهم ليه، واحد سهم في الاصدار الجديد. طلع اتنين اللي بيملك اتنين سهم في الشركة ليه واحد في الاصدار الجديد. ماشي يا شباب؟ يبقى عدد حقوق الاكتتاب اكني بقول لك عدد الاسهم اللي المفروض يكون الشركة المستثمر بيملكها من الشركة عشان ياخد سهم واحد من الاصدار الجديد. طيب ممكن يجي لك بصيغة تانية السؤال في الموضوع ده، ان هي قيمة حق الاكتتاب، وقلنا ده ليه طريقتين، في طريقة سهلة طبعا ومباشرة، وفي طريقة فيها خطوتين الاتنين بيطلعوا لك بنفس النتيجة. انت ليك مطلق حرية ان انت تعمل اي حاجة فيهم. ده كده الاسهم العادية. اخر حاجة طبعا نختم بيها الاسهم العادية، قلنا ان في اسهم ممكن تصدر بصفات اضافية زي اللي هي حق الاستدعاء او الحق في اعادة البيع. وعرفنا طبعا ده بيحصل امتى وده بيحصل امتى يا شباب. طيب خلينا ناخد اسئلة تطبيق على الجزء ده. ودي طبعا فيها جزء عملي فنركز فيه شوية بعد اذنكم. طيب الاسئلة يا شباب ممكن تيجي على الجزء ده ازاي؟ نركز بقى في الحته ديك. طيب السؤال رقم 23 بيقول لك تمنح الاسهم العاديه زاد الحق في اعاده البيع، الشركه مصدره الاسهم الحق في استدعاء الاسهم من حمله الاسهم بسعر محدد في نشره الاكتتاب عند اصدارها. الكلام ده صح؟ ركز كده، هو بيقول لك ان الشركه هي اللي لها الحق تمام في اعاده البيع. الموضوع ده صح ولا غلط؟ طيب لا، هي هنا الإجابة طبعا هتبقى خاطئة، لأن هو هنا بيتكلم على تمنح الأسهم العادية. طبعا هو هنا بيتكلم كله على حق الاستدعاء، وحق الاستدعاء ده بيقولنا بيكون حق مين؟ حق من حقوق الشركة. يبقى هنا تمنح الأسهم العادية ذات الحق في ذات حق الاستدعاء، مش هتبقى ذات الحق في إعادة البيع. ماشي يا شباب؟ ده ممكن السؤال برضو يجي كده فالإجابة هتبقى غلط. سؤال 24 بيقول لك الأسهم العادية ذات الحق في الاستدعاء تمنح حملة الأسهم الحق في بيع الأسهم للشركة المصدرة بسعر محدد مسبقا في نشرة الاكتتاب. هو هنا بيتكلم على أي نوع من الأسهم؟ بيتكلم عن الأسهم العادية ذات حق ذات الحق في إعادة البيع، وهو هنا كاتب الحق في الاستدعاء، فالإجابة هتبقى خاطئة. وطبعا هنا بدل حق الاستدعاء فهي كل الحق في إعادة البيع، فالإجابة هتبقى غلط يا شباب. طيب هنا السؤال ده ونركز فيه شوية، بيقول لك تقوم الشركة باستدعاء الأسهم في حالة انخفاض القيمة السوقية عن قيمة الاستدعاء، وتحقق الشركة مقدار من الأرباح يتمثل في الفرق بين القيمة السوقية للسهم وقيمة الاستدعاء. أيوة بقول لك قيمة الشركة تقوم في حالة انخفاض، هي الشركة هستدعي السهم لو هو قيمته السوقية قليلة؟ مش منطقي صح؟ طيب يبقى هنا تقوم الشركة تمام في حالة انخفاض القيمة السوقية، لا بيقول هنا في حالة ارتفاع القيمة السوقية عن قيمة الاستدعاء، عشان طبعا تحقق الربح بالنسبة لها في الفرق ما بين القيمة السوقية وقيمة الاستدعاء. ماشي يا شباب؟ فالإجابة هتبقى خاطئة، فركز برضو في الأسئلة دي، السؤال ده برضو مهم. طيب سؤال رقم 26 بيقولك يقوم حملة الأسهم العادية بإعادة الأسهم، بيرجعوا الأسهم للشركة عندما يكون سعر إعادة الشراء أعلى من القيمة السوقية. هو أنا إمتى هرجع الأسهم للشركة؟ لما يكون القيمة السوقية أعلى من سعر إعادة الشراء. هنا هرجع للشركة لما يكون سعر إعادة الشراء، ان انا الفلوس اللي هرجع السهم للشركة وهتديني فلوس اعلى من القيمة السوقية ان انا ممكن ابيعه في السوق بيها، فالاجابة يا شباب كده صح. طيب السهم العادي لا هو كده، ده دخلنا كده في الاسهم الممتازة. تعال نشوف ممكن السؤال يجي لنا اختار من متعدد ازاي.
السؤال ممكن يجي لنا يا شباب ازاي؟ تعالوا نبص على سؤال رقم 11 كده، بيقول لك ان الاسهم العادية ذات الحق في اعادة البيع تمنح نقط الحق في بيع الاسهم للشركة المصدرة بسعر محدد مسبقا في نشرة الاكتتاب. احنا قلنا الاسهم مين اللي هيعيد البيع للشركة؟ يبقى حملة الاسهم، يبقى تمنح حملة الاسهم تمام الحق ان هو اللي بيبيع. تمام. طب مين اللي بيستدعي؟ الشركة المصدرة، عشان ما نتلخبطش. يبقى اللي بيبيع تمام حملة الاسهم، اما اللي بيستدعي اللي بيجيب ده الايه الشركة المصدرة. طيب سؤال رقم 12 بيقول لك تقوم الشركة باستدعاء هتجيب الاسهم في حالة نقط ان القيمة السوقية عن قيمة الاستدعاء، وتحقق الشركة طبعا قلنا الفرق في الارباح، الفرق ما بين القيمة السوقية وقيمة الاستدعاء. هي الشركة امتى هتجيب السهم؟ هي اللي هتطلبه لما يكون القيمة السوقية للسهم، القيمة السوقية تمام اعلى من قيمة الايه الاستدعاء. يبقى الاجابات هي بيقول لك انخفاض ولا ارتفاع ولا تساوي ولا شيء مما سبق. هي هتجيب السهم امتى؟ لما في حالة ارتفاع القيمة السوقية للسهم عن قيمة الاستدعاء، فالإجابة هتبقى به ارتفاع. طيب رقم 13 بيقول لك يقوم نقط بإعادة الأسهم. احنا قلنا مين اللي بيعيد الأسهم؟ بيرجعها اللي هم حملت الأسهم تمام، عندما يكون سعر إعادة الشراء أعلى من القيمة السوقية. مين اللي بيرجع الأسهم؟ يبقى الحملة الأسهم بيرجعوا للشركة. ماشي يا شباب، فالإجابات هتكون الشركة المصدرة ولا حملة الأسهم العادية ولا الدائنين ولا لا شيء مما سبق. طبعا الإجابة هتبقى به حملة الأسهم الإيه العادية. سؤال رقم 14 بيقول لك تمنح الأسهم العادية ذات حق الاستدعاء نقط الحق في استدعاء الأسهم من حملة الأسهم. مين اللي بيستدعي؟ مين اللي بيستدعي الأسهم؟ الشركة هي اللي بتستدعي الأسهم. فالإجابات هنا بيقول لك إن هي هيكون الشركة المصدرة ولا حملة الأسهم ولا الدائنين ولا لا شيء مما سبق. هيكون الإجابة الشركة المصدرة، هي اللي بتستدعي يا شباب الإيه الأسهم. طيب بيقوم حملة الأسهم العادية بإعادة الأسهم، حملة الأسهم العادية هم اللي بيعيدوا السهم للشركة، عندما يكون سعر إعادة الشراء اللي هي الفلوس اللي ياخدوها من الشركة تمام نقط من القيمة السوقية. هو أنا هروح هدي للسهم للشركة لما يكون السعر اللي هاخده منهم، الفلوس اللي هاخدها منهم أعلى من إيه؟ أعلى من القيمة السوقية للشركة. ماشي يا شباب، اللي هو السعر اللي أنا ممكن أبيع بيه في السوق، لأ هما بيقولوا لي لا انا هديك سعر ايه احسن، او مكتوب في العقد ان انت تاخد سعر احسن. ماشي يا شباب، ففي الاجابه هتبقى اقل ولا اعلى ولا مساوي ولا لا شيء مما سبق، الاجابه هتبقى اعلى. طيب خلينا ناخد بقى الجزء العملي وده نركز مع بعض شويه عليه. ولو توفرت لديك البيانات التاليه عن احد الشركات بفرض ان عدد الاسهم المقيده في البورصه المصريه كان 10 مليون، وقررت الشركه مضاعفه راس المال عن طريق اصدار 10 مليون تانيه تمام، بافتراض ان احد الاسهم يملك 500 ايه سهم، المطلوب ايجاد تأثير اصدار الاسهم الجديدة على نسبة ملكية المستثمر. طب نسبة الملكية دي اجيبها ازاي؟ ببساطة عدد الاسهم اللي بيملكها المستثمر على عدد اسهم الشركة. طيب بس احنا عندنا هنا هيبقى مرتين، قبل الاصدار وبعد الاصدار. قبل الاصدار كان هنا عدد الشركة يبقى كام؟ عدد أسهم الشركة 10 مليون، لما تصدر 10 مليون تانيين يبقى بعد الإصدار هيبقى رأس مالها قد إيه؟ أيوة 20 مليون سهم. حلو كده، يبقى نسبة المستثمر ده قبل الإصدار، قبل ما الشركة تصدر، إحنا قلنا عدد الأسهم اللي بيملكها، يبقى نسبة ملكية المستثمر عدد الأسهم اللي بيملكها تمام على عدد أسهم الشركة. احنا بنتكلم على قبل الاصدار، يبقى قبل الاصدار هو بيملك كام؟ 500 ألف على 10 مليون، يبقى كده نسبة الملكية بتاعته 5%. فنبص كده للإجابات، 2.5%،
5% ولا 10% ولا لا شيء من المساق، هيكون الإجابة 5%. طيب في حالة، تاني سؤال بيقولك في حالة إصدار الأسهم وعدم منح المستثمر حق الاكتتاب فيه، يعني هو مش هياخد حاجة من الإصدار الجديد، تمام، مش هتديله الحق، مش هتديله الأولوية، مش هتديله حق الشفعة، ففي الحالة دي نسبة الملكية بتاعته هتبقى عاملة إزاي؟ حلو جدا. يبقى هنقول نسبة ملكية المستثمر المساهم احنا قلنا بتساوي عدد الأسهم المملوكة على عدد الأسهم كلها بتاعت الشركة، تمام. طيب هو كان عنده 500، ودلوقتي الشركة ما كانش بقاش عندها 10 مليون بس، ده هي أصدرت 10 مليون تانيين، فبالتالي هنا هيبقى كام؟ عدد الأسهم كلها هيبقى 20 مليون، فهنا طبعا نسبة الملكية بتاعته هتبقى 2.5. فنبص للإجابات، يقول 2.5 ولا 5 ولا 10 ولا لا شيء مما سبق، هي تبقى الإجابة 2.5 طبعا. وفي الحالة دي عشان هما مدهوش حق الشفعة، فبالتالي قلت نسبة الملكية بتاعته. ماشي يا شباب. طيب سؤال رقم 3 بيقول لي في حالة إصدار الأسهم ومنح المستثمر حق الاكتتاب، هي وافقت إن هي تديله حق الإيه؟ الاكتتاب بتاعه. احنا قلنا حق الاكتتاب ده معمول عشان يحافظ على نفس النسبة بتاعة المستثمر، صح؟ طيب يعني انت ممكن من غير ما تعمل اي حاجة خالص تختار 5%، هتبقى زي الاولى اللي هو طبعا لو قبل الاصدار، ماشي، ده باللوجيك كده. طيب مش عايزين نعملها باللوجيك. طب هي الشركة عشان تقدر تحافظ على نسبة ملكيته، هو كان معاه 5% من قبل كده، تمام، فهي هتديله، هي كان عندها 10 وهو كان عنده 500، فهتزود له على 500 دول 500، فيبقى برضو عشان نحس يبقى 10 على 20، لان هي هتصدر نفس القيمة اللي اصدرتها، تمام، فبرضو هتديني 5% لو انت عايز تحسب، بس انت مش عايز تحسبها هيطلع لك نفس الايه الموضوع باللوجيك، لان احنا قلنا حق الشفعة ده معمول عشان يحافظ على نسبة الايه الملكية. ماشي يا شباب. طيب ممكن السؤال برضو يجيلك ازاي تاني، تعال ناخد سؤال تاني. بقولك بافتراض ان احد الشركات قررت زيادة رأس المال بمقدار 2 مليون جنيه مصري من خلال طرح اسهم جديدة بسعر اكتتاب 5 جنيه، عدد الاسهم المتداولة 2 مليون بقيمة سوقية 10 جنيه لسه. طيب احنا قلنا عشان بيجيلنا سؤال بالطريقة دي، اول سؤال بيسألولي بيقولي عدد الاسهم الواجب اصدارها للحصول على رأس المال المطلوب، هي عايزة تصدر قد ايه؟ عايزة تزود رأس مالها بايه؟ ب2 مليون، تمام. طيب عايزة تعمل الموضوع بسعر قد ايه السهم؟ 5 جنيه. حلو. طيب يبقى انا عايزة اجيب عدد الاسهم، يبقى هياخد رأس المال اللي هي عايزة تزوده بس مش رأس المال كله، تمام، على سعر الاكتتاب. حلو كده. طيب فهحسبها كده، 2 مليون نحسب مع بعض على 5 هيديني كام يا شباب؟ 400 ألف أول إجابة. يبقى دي عدد الأسهم اللي المفروض الشركة بإيه بتصدر، عدد الأسهم اللي هي المفروض الشركة تصدر، تمام. طيب انا ليه بعمل الخطوة دي او ليه بسأل السؤال ده دايما؟ لان احنا خلي بالك لما بنيجي نجيب عدد حقوق الاكتتاب احنا قلنا بنشتغل على عدد الاسهم مش القيمة، ما اقدرش اخد القيمة دي واحطها، فلازم اعرف عدد الايه الاسهم، عشان السؤال اللي بعد كده طبيعي جدا يقول لك عدد حقوق الايه الاكتتاب، واحنا قلنا عدد حقوق الاكتتاب ديت بتساوي، ايوه نفكر، الاسهم القديمة على الاسهم الجديدة، صح كده، او الاصدار الايه الجديد. طيب فتاني سؤال فعلا لقيته بيقول لك هو عدد حقوق الايه الاكتتاب لشراء سهم واحد، هو عايز يشتري سهم واحد. طب عدد حقوق الاكتتاب دي قلنا بنحسبها ازاي؟ ايوه، عدد الاسهم القديمه على عدد الاسهم الايه الجديده. طب انا قلت عدد الاسهم الجديده كام؟ احنا لسه جايبينها فوق اهو، عدد الاصدار 400 ألف. حلو كده. طب ايه فين بقى عدد الاسهم القديمه؟ هو بيقول لك ان هي الشركه عندها 2 مليون، يعني انا هاخد ال2 مليون دول اقسمهم على الاصدار الجديد اللي هو 400 ألف، هيديني 5 حقوق اكتتاب. يعني ايه كلمة 5 حقوق اكتتاب؟ قلنا يعني كل مستثمر عنده 5 اسهم في التشكيل القديم او في الملكية القديمة ليه حق ان هو يشتري سهم واحد من الاصدار الايه الجديد. حلو كده. اي حتى برضو نكتبها لكم برضو عشان الدنيا تبقى واضحة. ف
تالت سؤال بعد كده يسألك عليه ايه هي قيمة حق الاكتتاب. وقلنا دوت بنجيبه بطريقتين، بنجيبه بإيه؟ بطريقتين، في طريقة سهلة مباشرة تمام، وفي طريقة اللي هي طبعا بتتم على خطوتين اللي هي متوسط سعر السهم بعد الإصدار. خلينا نبدأ بالطريقة الأولى، احنا هي بسيطة جدا، بقول سعر السهم السوقي يعني سعر السهم في السوق، وهنا هيكون هو قلنا 10 جنيه ناقص سعر الطرح او الاكتتاب، وهتلاقيه موجود عندك 5، على عدد حقوق الاكتتاب اللي احنا جايبينها من السؤال اللي فات اللي هي طلعت 5 زائد 1. حلو كده، طيب نطبق كده يا شباب. يبقى قيمة حق الاكتتاب هيساوي 10 اللي هو سعر السهم السوقي ناقص 5 اللي هي سعر الطرح، على 5 عدد حقوق الاكتتاب اللي احنا جايبينها من السؤال اللي قبل كده زائد 1، هيديني كام؟ يبقى قيمة حق الاكتتاب يطلع 83 من 100. 83 من ايه؟ من 100 جنيه. ماشي يا شباب. قيمة حق الاكتتاب دي يا شباب اكن بقول للراجل يعني خد 83%، اكنه خد 83% وفر كده تمام، قيمته يعني اللي هو الحق ده خده قيمته 83% تمام، يعني هو اكنه حاجة كده خدها فور فري يعني تمام، خد 83% زيادة. الطريقة التانية قلنا دي بتتم على خطوتين، هي بجيب اول حاجة متوسط سعر السهم بعد الإصدار، وديت احنا قلنا ليها قانون محدد اللي هي عدد حقوق الاكتتاب في القيمة السوقية زائد قيمة الاكتتاب في السهم على عدد حقوق الاكتتاب زائد 1 لو هنطبق. والخطوة التانية ان انا بجيب القيمة السوقية ناقص متوسط سعر السهم بعد الإصدار، ونطبق برضو بنفس السؤال هيطلع برضو ب83%، ادي نفس الايه البتاع. ماشي يا شباب كده، احنا في الجزء العملي ده انتوا تقريبا هو في 3 قوانين ما فيش غيرهم. اول حاجة ان انا ازاي بجيب نسبة الملكية بتاع المستثمر، ودي احنا قلنا بنجيبها عدد الاسهم اللي بيملكها على عدد الاسهم في الشركة، ولازم نركز هي قبل الاصدار ولا بعد الاصدار. تاني حاجة عدد حقوق الاكتتاب، ودي قلنا الاسهم القديمة على الاسهم الجديدة. وبعد كده قيمة حق الاكتتاب، وهما القانونين اللي احنا اتكلمنا عنهم في الاخر كده. احنا كده يبقى خلصنا الاسهم العادية تمام يا شباب. طيب خلينا بقى بعد كده نتكلم ايه الاسهم الممتازة. طيب الاسهم الممتازة كده يا شباب من اسمها، احنا قلنا طبعا احنا كل الحاجات اللي بنتكلم عليها النهاردة فهي بتتكلم مصادر تمويل طويلة الاجل الاسهم، فهي برضو ورقة بتوضح ملكية الشخص في الشركة تمام، فهي برضو صك ملكية، ولكن مختلفة عن الأسهم العادية إن هي مختلطة. يعني إيه ورقة مختلطة دي؟ بنسمع الكلمة دي يعني هي فيها بعض الصفات من السندات وفيها بعض الصفات من الأسهم العادية تمام. فالأسهم الممتازة أول حاجة هي برضو صك ملكية بيثبت ملكية الشخص في الشركة، وهي ورقة مالية مختلطة يعني فيها بعض الصفات من السندات وفيها بعض الصفات من الأسهم العادية تمام. زي إيه بقى؟ طيب بتاخد من الاسهم من السندات ان هي ليها توزيعات ثابته، يعني مثلا قيمه السهم بتصدر وبيقول 10% من توزيعات الارباح، فهي هو بياخد قيمه ثابته من الارباح. طبعا السندات بتاخد فايده ثابته تمام، فهي هنا بس التوزيعات بتاعتها بتبقى نسبه من الارباح 10% من الارباح. طبعا الارباح دي بتتغير كل سنة بس هي برضو نسبتها بتبقى ايه ثابتة، يعني 10% من 100 طبعا من 100 ألف، مش هي 10% من 200 ألف تمام. فهي كده يعني بتاخد ارباح تمام، ولكن توزيعات بنقول عليها بنسبة ثابتة تمام. طبعا بتاع اسهم العادية بياخد ارباح ولكن مش بنسب ثابتة طبعا، فده برضو يعتبر اختلاف ما بينهم. بتتشابه كمان مع الاسهم العاديه طبعا ان هما الاثنين صك ملكيه، الاثنين ليهم المسؤوليه المحدوده. بتختلف معاها طبعا ان هي ملهاش تصويت في الجمعيه العموميه، وان كان في بعض الحالات وبعض الحاجات ممكن ان هي تدخل تصوت ويكون ليها مركز، يعني مثلا
لو حصل مشاكل معينة الشركة ممكن عايزة تندمج مع حاجة وحصلت حاجات كارثية، فهنا بيبقى ليهم الحق برضو في القانون ان هم يبقى ليهم يدخلوا جمعية العمومية، ولكن مش ده المعتاد، دي بتبقى ظروف طارئة. انما الحق الاساسي في التصويت ليه حملة الاسهم الايه العادية. طيب الشركة لما بتصدر اسهم ممتازة بيبقى لازم يحطوا قيود كتيرة جدا عليها، في حالة الاندماج والاستحواذ لازم تحتفظ بنسبة سيولة معينة، في بعض القرارات توزيعات الارباح لما توزعتش ايه اللي بيحصل، في حالة تراكم توزيعات الارباح بتاخدها ولا بتاخدهاش، كل دي لما تصدر اسهم ممتازة فلازم بيتحط على الشركة شروط كتيرة جدا. ماشي يا شباب؟ فالاسهم الممتازة بتتشابه في بعض الحاجات مع السندات وبعض الحاجات مع الاسهم العاديه، عشان كده بنقول عليها ان هي ورقه ماليه ايه مختلطه. تمام؟ فهي بتجمع بين خصائص الاسهم العاديه وخصائص الايه السندات. توجد منها عده انواع، في منها حبه ايه اشكال كده. في حاجه اسمها اسهم تراكميه، يعني ايه؟ احنا قلنا ان حمله الاسهم الممتازه ليهم نسبه معينه من الارباح. في حاله ان الشركه ما خدتش قرار ان هي توزع ارباح السنه دي مثلا والسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها، حمله الاسهم الممتازه لحد دلوقتي ما خدوش ارباح، الارباح دي بتسقط بالتقادم؟ لا ما بتسقطش. المفروض الارباح دي نقول عليها اسهم تراكميه، يعني المفروض الاسهم دي الارباح دي تتراكم سنه ورا سنه ورا سنه، المفروض هم بياخدوها، فدي اسمها اسهم تراكميه. مفهومه كده؟ تمام. ان هي في حالة ان الادارة خدت قرار سنة والتانية والتالتة ان هي ما تاخدش ارباح، ما توزعش ارباح، فحق الاسهم الممتازة في الارباح لسه موجود، لان هي اسهم تراكمية المفروض بتاخد الايه الارباح بتاعتها. بس ممكن تصدر بشكل تاني اللي هي اسهم غير تراكمية، في حالة ان الادارة ما خدتش قرار بالتوزيع تمام السنه دي والسنه اللي بعدها والسنه اللي بعدها، خلاص ده حق بيسقط بالتقادم. في نوع كده من الاسهم ان هي لا، هي اسهم غير تراكميه ما بتاخدش الحق في الارباح في حاله ان الاداره ما خدتش قرار. طيب ممكن تصدر بشكل تاني، بيقول لك اسهم قابله للتحويل لاسهم عاديه، بعد فتره معينه ممكن تتحول لاسهم عاديه، ده برضو موجود. تمام. وفي قابله للاستدعاء، نفس فكره احنا قلنا الاسهم العاديه القابله للاستدعاء، هي نفس الفكره بالظبط، ان هي الشركه ممكن تستدعي السهم يعني تجيبه. طبعا احنا قلنا تستدعي السهم امتى؟ في حاله زياده القيمه السوقيه عن قيمه الايه الاستدعاء. ماشي يا شباب؟ فدي كده الاسهم الممتازه ببساطه جدا، حاولنا تقريبا نغطي كل حاجه فيها. اخر حاجه نتكلم عنها في مصادر التمويل طويله الاجل، هي الارباح المحتجزه. طيب الشركه او الاداره بتبدا تاخد قرار ان هي هتحتجز مثلا 10% من الارباح، 20% 90% 40% whatever النسبه، حسب قرار الاداره وحسب ما هي قاريه السوق قدامها شكله عامل ازاي. هي محتاجه فلوس، محتاجه سيوله، محتاجه مش عارفه محتاجه ايه، محتاجه هتعمل توسع، محتاجه، يبقى في اولويات هم ليهم او فاكتورز بيقدروا يحددوا عليها القرار. فنقول عليها ان الارباح المحتجزه ده هي مقدار المحتجز من ارباح الشركه، هي بتحدد نسبه معينه هتشيلها كده على جنب تفضل عندها بغرض اعاده استثمارها في الايه في الشركه، ودي تعد مصدر تمويل ذو تكلفه مرتفعه. اي حاجه يا شباب، اي حاجه سهم بيكون او مصدر تمويل جاي من ملكيه، يعني زي الاسهم العاديه اسهم ممتازه ارباح محتجزه، طبيعي جدا ان هيكون مصدر تمويل ذو تكلفه ايه مرتفعه. تمام؟ لان دول بيعتبروا هم ملاك في الشركه وبيتحملوا مخاطر عاليه، فطبيعي جدا هيكون ايه مصدر تمويل ذو تكلفه مرتفعه. يعني ايه كلمه ذو تكلفه مرتفعه؟ يعني صاحب الفلوس دي عايز فلوس، عايز عائد على الفلوس بتاعته، عائد كبير. فهمتوا؟ دي كده ببساطه جدا. طيب السندات هتلاقوها مثلا المصدر تكلفة ذو تكلفة منخفضة، ليه؟ لانه خلي بالك هو السندات بياخد الفوائد بتاعته بشكل منتظم، بياخد ليه الاولوية في حالة، طبعا لو في تصفية ليه الاولوية، مش عارفة في ايه المخاطر اللي بيتحملها زي ما قلت لكم بتبقى قليلة، فبالتالي جدا العائد بتاعه ما بيكونش عادي، عشان قلنا العلاقة ما بين العائد والمخاطر علاقة طردية. ماشي يا شباب؟ ده كده الفصل خلص، اتكلمنا النهاردة مع بعض عن الأسهم العادية والأسهم الممتازة والأرباح المحتجزة.
تعالوا نشوف برضو الأسئلة على الجزء ده عشان يبقى ايه، خلصنا كل الأسئلة مع بعض. بيقول لك السهم العادي هو ورقة مالية تمنح صاحبها توزيعات محددة كنسبة من قيمتها الأسمية. هو مين اللي بيعمل كده، السهم العادي ولا السهم الايه الممتاز؟ يبقى الإجابة هتبقى خاطئة، ومش السهم العادي هو اللي بياخد نسبة ثابتة من القيمة الأسمية بتاعته. تمام، هو بياخد نسبة من القيمة الأسمية بتاعته، أما السهم العادي طبعا بياخد حسب قرار مجلس الأونر الإدارة ان هو ياخد قرار بالتوزيع ولا لا. تمام، وبيقرر قد ايه هيبقى ارباح محتجزه وامتى وايه الباقي اللي هيتوزع. ماشي يا شباب، فهي السهم الممتاز بياخد توزيعات محدده كنسبه من القيمه السوقيه للسهم. ناخد بالنا ان هي من القيمه السوقيه، من القيمه الاسميه للسهم سوري. طيب الاسهم الممتازه بيقول لك غير قابله للتحول لاسهم عاديه. احنا قلنا طبعا في نوع من الاسهم الممتازه ممكن ان هي قابله للتحول للاسهم العاديه، دي اخر حاجه احنا قلناها، فالاجابه دي هتبقى غلط. ماشي، طيب الاسهم الممتازه هي ورقه ماليه مختلطه تجمع بين خصائص الاسهم العاديه والسندات، الاجابه دي هتبقى اجابه صحيحه. تمام، الارباح المحتجزه يمثل المقدار المحتجز من ارباح الشركه بغرض اعاده استثماره، وقلنا دوت مصدر تمويل ذو تكلفه، ذو تكلفة ايه؟ مرتفعة. هنا بيقول لي ذو تكلفة منخفضة مثل الديون، فالإجابة دي هتبقى إجابة خاطئة، احنا قلنا هي حاجة مرتفعة. عايزاكم برضو تشوفوا الأسئلة بتاعت اختار من متعدد بتاعت بتاعت الأسهم الممتازة. طيب لحملة الأسهم العادية الحقوق التالية معادها. طيب حضور الجمعية العمومية، هنا ده حق مين؟ الأسهم العادية. طيب التصويت على القرارات المهمة لاختيار مجلس الإدارة، ده برضو من بتاع مين؟ الأسهم العادية. الحصول على نسبة معينة من الأرباح ولا الأولوية في الاكتتاب؟ الأولوية في الاكتتاب ده تبعه، هو بياخد أرباح بس بياخد نسبة معينة. لا، أمال مين بياخد نسبة معينة؟ ده السهم العادي، فتبقى الإجابة جيم يا شباب. لحملة الأسهم الممتازة الحق في حضور الجمعية العمومية، التصويت، ولا الحصول على نسبة معينة من الأرباح. لسه واخدينها في السؤال اللي قبل كده، فهو ليه الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح. تتشابه الأسهم الممتازة مع الأسهم العادية في كل ما يلي ما عدا. ناخد بالنا الأسهم الممتازة مع الأسهم العادية، الاتنين قلنا عندهم مسؤولية محدودة، الاثنين كل منهم صك ملكية. في حالة التوزيعات الأرباح بتبقى ثابتة للاثنين؟ لا، الأسهم الممتازة اللي بتاخد توزيعات ثابتة، أما الأسهم العادية طبعا بتبقى متغيرة. تتشابه الأسهم الممتازة مع السندات في مسؤولية محدودة، الاثنين مسؤوليتهم محدودة، بتاع السندات أصلا مفيش مسؤولية أصلا، كل منهما صك ملكية. لا، مصادر التمويل طويلة الأجل، أيوة هما الاثنين مسؤوليتهم تبقى مسؤولية محدودة، وكمان هما مصدر تمويل من مصادر التمويل طويلة الأجل. طيب بيقول لك عند إصدار نقط يتم وضع مجموعة من القيود على إدارة الشركة لضمان حقوقهم، مثل كيفية التعامل مع توزيعات الأرباح غير المدفوعة. احنا قلنا ده في مين؟ عمليات الاستحواذ والاندماج، قيود على تصفية أصول الشركة، الحد الأدنى للسيولة، وإعادة شراء الأسهم العادية. طب هي الشركة لما تصدر أسهم عادية بتركز على كده، ولا أسهم ممتازة، ولا سندات، ولا أوراق قبض؟ لا، لما تصدر أسهم ممتازة. ماشي يا شباب، ناخد بالنا برضو في الموضوع ده، الحتة دي مهمة. كده الفصل يبقى خلص إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في السكشن الجاي. لو في اي استفسار او اي حاجه، ده الفيسبوك بتاعي، اتمنى لو طبعا تسالوني اي حاجه تحت امركم فيها، وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، ويحفظكم جميعا يا رب من موضوع كورونا دون. وخلوا بالكم،
لو في اي حاجه انت بس ابعتولي رساله او اي حاجه، وانا ان شاء الله وقت ما اكون available يعني هرد عليكم على طول. شكرا ليكم يا شباب، واتمنى ان شاء الله يكون فهمتوا الجزء ده كويس، والسلام عليكم.